مساء الخير. نسمع كثير بلبنان انه المصارف عم تصدر اسهم تفضيليه. اديب شو معنى اسهم تفضيليه؟ الاشخاص اللي معها مصاري وكثير مهمه اكيد. لا رونالد، الاسهم التفضيليه ما لنا للاشخاص المهمه. بنعرف نحن انه الشركات بس بدها تتمول بتصدر اول شيء اسهم عاديه، يعني بتصدر اسهم لمساهمين بياخذوا حصه من راس مال الشركه، عندهم حق التصويت وعندهم بيتحملوا خطر الشركه. واذا ربحت الشركه اكيد بدهم ياخذوا حصه من الارباح، واذا خسرت الشركه بدهم يتحملوا الخساره كمان. وبنعرف انه الشركات فيها تتمول او من المصارف او بتصدر سندات دين. مزبوط مزبوط. والدائن اخر همه اذا ربحت الشركه اما خسرت، همه الوحيد هو ياخذ الفائده، يعني نسبه مئويه من المصاري اللي اعطاها للشركه من الدين. طب والاسهم التفضيليه؟ الاسهم التفضيليه ما لنا ولا اسهم عاديه ولا سندات دين، هي خليط من الاثنين. يعني حامل الاسهم التفضيليه ما له حق المشاركه باداره الشركه، ما له حق التصويت بالشركه، بس بياخذ نسبه مئويه مضمونه، وهي نسبه مئويه عاده من المبلغ اللي حطه بالشركه. يعني مثل شخص حامل سند دين، مش هيك؟ بس بعكس الدائن ما له حق يقيم دعوه ضد الشركه اذا ما دفعوا له الفائده، يعني مثلا دعوه افلاسيه، واذا تصفت الشركه لازم ندفع للدائن قبل ما ندفع له. طب اديب في سؤال بنسال، ليه الاشخاص عم بيروحوا يشتروا اسهم تفضيليه اذا عندهم اقل حقوق؟ والجواب هين، بياخذوا فائده اكبر. بس هذا جواب سهل كتير. الاسهم التفضيليه كتير معقده، في كتير فئات اسهم تفضيليه، واهم شيء الاسهم التفضيليه بتعتبر جزء من رسائل الشركه الخاصه. طيب الشركات بلبنان عم تصدر هالنوع من الاسهم؟ بلبنان في قانون خاص بالمصارف بيسمح لاصدار اسهم تفضيليه، بس القانون التجاري بعده ما بينظمها. على امل تعديل القانون التجاري بلبنان. ونشوفكم بحلقه جديده، ما تنسوا تابعونا.